أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على قدم وساق لضمان استدامة تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، آخذين في الاعتبار كافة أطياف المجتمع وفئاته الاجتماعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لقيادات الهيئة بالمقر الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية لبحث خطط العمل المستقبلية، وخلال جولة التفقدية متابعة انتظام العمل في مختلف إدارات الهيئة. أوضح الدكتور طه أن هناك عددا من الملفات التي ستتصدر أولويات الهيئة، على رأسها تسجيل واعتماد المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها بالمحافظات وأيضا ذات الكثافة العالية، والتعريف بأدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، بجانب توسيع التعاون على المستويين المحلي والعالمي لدعم الاستثمار في قطاع الصحة المصري.